بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب الرابع والأربعين، كتاب الفضائل، باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس. والضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 89 بعد 6000. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واد كثير العضاء، الشوك يعني، العضاء شجر فيه شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة، يعني شجرة شوك، العضاء شجر ايه؟ شوك ينبت في الصحراء. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للاستراحة تحت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، يعني مجردا من غمده، السيف صلتا يعني مجردا في غمده من غمده. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس. شام يعني أغمد السيف، فشام السيف يعني أغمده، يعني أدخله في غمده، فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعاقبه، يعني النبي كان مستريح تحت شجرة والجيش متفرق، كل مجموعات مستريحين في وادي واسع، فالنبي كان نائما وعلق سيفه في غصن من أغصان الشجرة بلا حراسة. فجاء رجل يقال أنه اسمه غورث أو غورث أو غويرث، اختلف اسمه على دي الايه ثلاث انحاء، غورث او غويرث او غورث، فاخذ السيف سيف النبي واخرجه من غمده ورفعه، وقيل في بعض الروايات انه وضعه على نحر النبي، وضع السيف على نحر النبي، وقال له: من يمنعك مني؟ وهو على نحره صلى الله عليه وسلم، وكان دائما، فمجرد ان استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: الله، يعني بلا تفكير، دليل أن التوكل على الله في النبي سجية فطرة لا يحتاج إلى تفكير أو مخالفة نفس أو إحضار نية، بمجرد أنه هو نظر إلى هذه الحالة قال: الله.
ففي بعض الروايات انه وقع السيف من يد الرجل فاخذه النبي وقال له من يمنعك مني؟ قال كن خير اخذ او حسن خلقك، فاغمده في غمده وجلس الرجل تحت الشجره بجوار النبي فايقظ النبي الجيش وحكى لهم هذه القصه ثم عفى عنه صلى الله عليه واله وسلم. وعن أبي قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاد، قفل يعني عاد، قفل معه فأدركتهم القائلة يوما، القائلة لوقت القيلولة وقت اشتداد الحر بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الظهر يسمى القائلة، فأدركتهم القائلة يوما ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع. الرواية دي فادتنا في إيه؟ في تحديد الغزوة. الغزوة كانت غزوة ذات الرقاع، لأن غزوات النبي لها أسماء يعني عناوين ليها، فدي غزوة ذات الرقاع. حتى إذا كنا بذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع ليه؟ لأن الصحابة تخرقت خفافهم ونعالهم فصاروا يرقعون ثيابهم ويرقعون نعالهم حتى يعني يحموا أقدامهم من شدة الصحراء، فسميت ذات الرقاع. حتى إذا كنا بذات الرقاع بمعنى حديث الزهري ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعاقبه، يعني لم يعرض له، يعني لم يعاقبه. باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من وحي قرآن وسنة ليمثل الدين بالمطر الذي نزل على أرض القلوب، قلوب العباد كأنها الأرض، والوحي نزل على هذه القلوب. والأرض أنواع، أرض خصبة يظهر فيها أثر الماء بالحياة فتنتفع في نفسها وتنفع غيرها، وأرض أخرى جدباء لا تنتفع بنفسها بل تحفظ الماء يأتي غيرها يشرب منه فيستفيد منه، كمثل من أوتي العلم الديني حفظا لا فهما، وعشان كده ايه ربما يكون مبلغ او عم سامع فيبقى حافظه كويس، فيجي الفاهم ياخد اللي من الحافظ ويطلع منها الاحكام والفهم الصحيح. فاهم؟ كالارض التي تمسك الماء لا تشربه لكن تمسكه لغيرها يستفيد. فاهم؟ اوعية علم يعني. والارض الثالثة، النوع الثالث من القلوب، كالارض البور لا تمسك الماء ولا تنبت الكلام، فلا هي تنتفع ولا غيرها ينتفع، وهو قلب الكافر والعياذ بالله. فكأن النبي بين أن قلوب العباد تجاه الوحي
ثلاثة قلوب، قلوب تنتفع لنفسها وتنفع غيرها، كالأرض التي تنبت الكلى فتشرب هي وتطعم غيرها، وقلوب أخرى كالأوعية زي الحفاظ، حفاظ العلوم زي علماء الحديث. علماء الحديث دول جمعوا وأوعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الفقهاء أخذوا الأحاديث طلعوا من الأحكام. فهمت؟ الأوعية دي كأنها قلوب حفاظ الحديث، علماء الحديث جمعوا فأوعوا، فجاء الفقهاء زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام أحمد بن حنبل وهو من كبار المحدثين، قال كان الحديث قفلا على أصحابه حتى جاء الشافعي ففتحه. يعني كانوا يروه مش فاهمين معانيه، جاء الإمام الشافعي طلع لهم الأحكام وحللهم إيه المعارضات التي بين الأحاديث بعضها ببعض. عشان كده كان الإمام الشافعي يقول لأحمد بن حنبل إيه، أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. الصيدلي يجمع الدواء والطبيب يعرف كيف يستخدم الدواء ومتى. فهم؟ فيبقى الأوعية القلوب التي وعت وحفظت الماء كالأرض التي تمسك الماء حتى يأتي غيرها يشرب، فهي أيضا تفيد الناس. ثم بعد ذلك القلب الذي لا يستفيد كالأرض البور، يسقط الماء عليه فيشربه ويخفيه ولا ينبت شيء، لا يستفيد بشيء. وهذا من كمال تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم وعظم تشبيه. قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، والأرض هنا قلوب العباد، والغيث هنا هو الوحي، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فاستفادت وأفادت، وكان منها أجادب يعني لا تنبت، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. ودول إيه؟ أوعية العلم الذين جمعوا العلوم وحفظوها حتى يأتي الفقهاء ليفتحوها. وأصاب طائفة منها أخرى اللي هي الطائفة الثالثة، إنما هي قيعان يعني أرض لا نبات فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل الأول يعني مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. يبقى المثل الأول اللي هو القلب الذي إيه أخذ العلم فانتفع بنفسه ونفع غيره، كالأرض التي أخذت الماء فشربته فأنبتت الكلأ فاستفادت وأفادت، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. والثاني اللي هو القيعان التي أمسكت الماء، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، دي اللي إيه النوع الثالث. يبقى النوعان الأولانيان نوعان انتفع بهم الناس، النوع الثاني انتفعوا بعلمه، والنوع الأول انتفع هو بعلم نفسه وعلم غيره، والاثنين نوعان نافعان للأمة. أما النوع الثالث فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المثل الأول النوعين، ثم بعد ذلك بين النوع الأخير وهو النوع الذي لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسا، يعني لم يستفد هو لنفسه. ومثل من لم يرفع بذلك، عندك ايه؟ ما يلم مش لم دي جزمة، عندك ينفع. احنا عندنا الرواية بتاعتنا من لم يرفع، في رواية ينفع على فكرة، بس رواية المكنز صححوا رواية يرفع بالراء، لكن في رواية ينفع، فاكتب كده يرفع فوقيها رواية المكنز طبعة المكنز، لكن في ينفع وفي يرفع. ها؟ ما هو جمع بقى في النوع الاول اللي انتفع به الناس
النوعين الاولانيين القلبين نفعوا جمعهم في الاول، فاهم؟ لان اللي جمع فاوعى نفع الناس برضه، مش كده؟ واللي جمع واستفاد وافاد نفع الناس برضه، فهمت؟ ففي الاخر آلت الى نوعان، يعني هن ثلاث انواع في التفصيل ثم آلت الى نوعان في النهايه، فهمت بقى المساله؟ باب شفقته صلى الله عليه واله وسلم على امته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. طبعا ربنا شهد له بذلك، قال ايه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني شفوق بكم. عزيز عليه ما عنتم يعني ايه؟ يعني يصعب عليه جدا عنتكم، يعني اي شيء يصعب عليكم، ادي عزيز عليه، يعني يصعب عليه جدا ان يراكم في شده. عزيزنا يعني معناه شفوق، وعشان كده من اسمائه ايه؟ شفيق. احنا ساعات نسمي ابنائنا ايه؟ شفيق. فهمت ازاي؟ فشفيق ده اسم من اسماء ايه؟ الناس، لكن هو اسم من اسماء النبي، سيدنا شفيق صلى الله عليه وسلم، لانه بمعنى ايه؟ عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم تسميها ايه؟ شفيق، جاي من الشفقه. كويس؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب، واللفظ لابي كريب، قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال: يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. أدلجوا يعني إيه؟ خرجوا في أول الليل مخافة أن يأتيهم الجيش يصبحهم فيقتلهم. أدلجوا هو الخروج في أول الليل في ظلمة الليل، فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، مشوا بقى براحتهم علشان إيه؟ تركوا مكانهم قبل حدوث الإيه؟ الغارة بوقت كافي، فمشوا على مهلتهم. فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم. طائفة قالوا لا ما فيش حاجة، فقعد فضلوا لحد ما طلع عليهم الصبح، جت الغارة اتقتلوا، راحوا في داهية. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش. قلنا صبحهم يعني ايه؟ يعني قتلهم صباحا، بيته يعني قتله ليلا، وصبحه يعني قتله صباحا. احنا قايلين كده في سورة النمل بالامس: لنبيتنه يعني لنقتلنه ليلا. طب ولنصبحنه يعني لنقتلنه صباحا. يبقى فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. النبي بيمثل نفسه بايه؟ بالنذير العريان. يعني ايه النذير العريان؟ كان العرب يعيشوا في صحراء قاحلة، فكانوا يعيشوا على ايه؟ على انهم يهجموا على بعض، كل قافلة تجوع تهجم على القافلة اللي جنبها، تاخد خيرات القافلة التانية وتقتلها. قبل الاسلام كان هذا هو حال جزيرة العرب، فهمت ازاي؟ فكان لو واحد من القافلة من القبيلة واقف على مكان مرتفع فشاف الجيش اللي جاي من بعيد فيقوم ينذر قومه، فلو كان الجيش قريب ما يلحقش ينزل ويروح يقول لهم، يقوم يعمل ايه؟ يقلع هدومه ويشاور كده، فيسموه النذير العريان. يسموه ايه بقى؟ النذير العريان، يعني يلاقي الجيش وما عندوش وقت حتى ينزل يروح يقول لهم يستعد. فالنبي بيشبه نفسه لقرب الساعه، انه جاء قرب الساعه فوجد ايه؟ جهنم منتظرة الكفار وخلق الله المعرضين عن الله، فكأنه رأى زبانية العذاب وملائكة العذاب تريد أن تقتل الكفار وتعذبهم، هو يرى ذلك بعيني رأسه وعيني قلبه بالوحي. ووجد قومه يسجدون للأصنام وكفار والموت يبغتهم، فالنبي قال: أنا بالنسبة لكم كالنذير العريان، أرى الجيش
الذي يأتي يصبحكم ويولككم على ما أنتم عليه، وإني لكم نذير مبين، فعليكم أن تدلجوا، يعني تتبعوني مبكرين، أي في حال عمركم، قبل أن يفوت الأوان، فيأتيك الموت بغتة كما يأتي الجيش بغتة، إيه فيصبح. شفت التشبيه الجميل؟ بيكلمهم ببيئة العصرهم. فالناس اللي سمعت كلام النبي وقطعته قضت عمرها مستريحة، تطيع ربها، حافظت على نفسها روحها، وحافظت على نفسها أموالها، وحافظت على نفسها أبنائها ونعم الله لهم، فنجوا. فحتى لما جالهم الموت جالهم الموت وربنا راضي عنهم، فلم تأخذهم ملائكة العذاب. فهمت بقى ازاي؟ فدول نجوا، دول اللي أدلجوا. أدلجوا يعني إيه؟ يعني أطاعوا مبكرا، أطاعوا النبي مبكرا. النبي بيقول إني رأيت الجيش بعيني رأسي، يعني رأى إيه؟ زبانية العذاب هتيجي تاخدكم لو استمريتوا على كفركم بعد إنذاركم. فهمت بقى إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. انظر كيف خاطب النبي بيئته بما يفهمون. وكان من أفضل رسل الله صلى الله عليه وسلم بيانا وبلاغا وأفصحهم صلى الله عليه وسلم، والكل فصيح والكل مبين، إلا أن النبي كان أبينهم بيانا وأفصحهم لسانا وأوضحهم برهانا وأعلاهم قدرا ومرتبة صلى الله عليه وسلم. فهو بالنسبة للأنبياء نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. الحجز اللي هي معاقد الأذر، موضع حذاء، عارف أنت لما تلبس الحزام عشان تمنع أن البنطلون بتاعك أو الإزار بتاعك يقع يسموه إيه؟ الحزام. إحنا نسميه حزام الوقت، كانوا يسموه حجزة لأنها بتحجز الثوب أن يقع فيسموها الحجز. يبقى الحجز هي معاقد الأذر، معاقد الأذر اللي هي الحاجة اللي تربط بها الإزار في وسطك حتى لا يقع فتظهر عورتك. فهمت؟ فبيقول أنا آخذ بحجزكم، يعني مسككم من إيه؟ من أوسطكم كده علشان ما تقعوش في النار بتكاليف الشرع الشريف. والنار هي نار ايه؟ نار الكفر ونار الشهوة ونار المعصية. فهمت ازاي؟ التي تؤدي الى النار. فالنبي اخذنا بالتكاليف الشرعية واوامره وسنته كأنه امسكنا من حجزنا. وبعض الناس بقى ايه؟ بتتفلت من ايد النبي وتروح منكبة في شهواتها فكأنما وقعت في النار. فشبه صلى الله عليه وسلم نفسه برجل عاقل أو قد نارا، وأن الناس عقولها وإدراكها بالنسبة لهذا الرجل كإدراك الفراش والجنادب والهاموش والناموس بإيه؟ لإدراك رجل، عشان تعرف سعة إدراك النبي وإدراكنا. إحنا زي الفراشة، زي البعوضة، زي الناموسة، مش فاهمة مصلحتها. أنت لما توقد نار في مكان مظلم وفي ناموس وفراش وجراد، بيعمل ايه الناموس والجراد والفراش؟ يظن ان هذه النار طاقة نور، اذا دخل فيها خرج الى النور وترك الظلم، فيقوم ايه؟ يجي بسرعة مسرع على النار كأنه يخرج من طاقة الى النور، فيقوم ايه؟ يحرق نفسه. بسبب ايه؟ بسبب ضيق عقله وعدم فهمه. فالنبي برضه نفس الحكايه بيبين هذا الفرق، ان هو مثله ومثلنا مثل سائر الناس بقى، كمثل رجل اوقد نارا، هذه النار هي نار التكاليف الشرعيه. فهمت ازاي؟ الحرام والحلال وغيره. فهمت؟ وشبهها بالنار ونار الشهوه ونوازع الشر. فالنبي جاء عشان تخالف نفسك وتزكي نفسك وتمتنع عن كل ما يهلكك، ولكن الناس تفكر في عاجل شهواتها كما يفكر
هذه الجنادب والفراش والناموس والجراد في أن هذه النار هي طاقة نور إلى الساعة، فيلقي نفسه في شهوته فيهلك كما هلكت هذه الفراشة. والنبي يريد مع هؤلاء الجهلة أن يمنعهم فيمسك بحجزهم، والبعض يتفلت منه ثم يلقي نفسه في هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المثال الجميل العظيم، نقرأه تاني علشان تعرف الفرق بين عقل النبي وعقل الأمة. يوم يجي لك بعد كده مفكر إسلامي يقعد إيه يفكر في كلام النبي يقول لك أصل ده مش مطابق للعقل، عقلك إيه يا ناموس؟ عقل إيه يا فراشة؟ عقلك إيه يا جرادة بالنسبة لعقل النبي؟ فهمت إزاي؟ فلازم الإنسان يعرف قدره. تعرف قدرك بالنسبة لإيه؟ لكلام الوحي. فالنبي لا يتكلم إلا كلام الوحي. فذكاء النبي وفهم النبي وحكمة النبي كالفرق بين ذكاء وحكمة الرجل العاقل بالنسبة لهذا الناموس. فتصور أن هذا الناموس الآن يناطح النبي في صحيح البخاري، ويناطح النبي في كتب السنة، ويناطح النبي في القرآن الكريم وبعض الآيات، ثم بعد ذلك يسمي نفسه مفكر. فهؤلاء المفكرين الذين يناطحون السنة ما هم إلا ناموس يلقي نفسه في النار يكاد يهلك نفسه ظنا منه أن عقله يضيء له فيخرج إلى ساعة الفهم، وفي الحقيقة أن عقله يضيء له نار جهنم يقع فيها بسبب جهله وتسرعه. فهمت؟ إنما مثلي ومثل أمتي، وأمتي هنا يقصد بها إيه؟ كل الأمة الكافر والمؤمن، لأن النبي أرسل للناس كافة، لأن الناس الذين أطاعوا النبي سميت أمة الإجابة، والناس الذين لم يطيعوا النبي سموا أمة الدعوة. فالدعوة موجهة للناس جميعا، منهم من استجاب فتسمى أمة الإجابة ويسموا المسلمين، ومنهم من تتوجه إليه الدعوة ولا يقبلها ويسمى الكافر. فهمت؟ عشان كده شبه نفسه مع الأمة كلها. إن مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا. والنار هنا فيها الإضاءة لأنها هتنور له طريقه، وفي نفس الوقت فيها الهلاك لأنه لو اقترب من حدود الله ومحارم الله أهلك نفسه. فعليه أن يبتعد منها فيستفيد من نورها، ولا يقترب منها فيحترق بنارها بحرارتها. فهمت؟ فكأن النار التي جاء بها النبي نار تضيء لمن استفاد منها وتحرق من امتنع أن يستفيد بها. استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه، وفي رواية وأنتم تفلتون من يدي. في رواية يبقى تقحمون فيه يعني تقعون. وعن أبي قال وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب، والجنادب نوع من الجراد ينجذب إلى النار، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي.
وأنتم تفلتون من يدي، اللي هي فوق تقحمون فيها وهنا تفلتون من يدي. ونقف على باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.